رحلته وشهيد بيودع شهيد. الراحل انور السادات في اول يوم، في اول طلعه، كان اخوه شقيقه اللي هنشوف صورته دلوقتي، الصوره دي قبل حرب اكتوبر بشهر، كان بيصلي مع اخوه في البلد ده قبلها بشهر، كان موجود في الطليعه. الشهيد البطل عاطف السادات اللي استشهد في الدقائق الاولى، في الساعات الاولى. هنا السواسيه، هنا المساواه، هنا الزعيم، هنا القائد، هنا الرئيس، هنا الدرس اللي بنقدمه للعالم من ابناء مصر اللي لسه الصوره لغايه دلوقتي مكمله ومستمره في الدفاع عن ارضنا اللي بذلنا فيها الاف الشهداء. وبعد كده لما استكمل رحلته من اجل السلام، لو سمعنا الكلام كان زمان معانا الجولان، كان زمان القدس العربيه رجعت. ولكن زي ما قلت لكم، في حرب اكتوبر كان فيه العلم، وبعد اكتوبر كان العلم، كان السلام، كان ازاي تسبق عصرك وتسبق اللي حواليك. ولكن محدش استوعب ده. سورة الجولان اللي راحت كان زمانها معانا دلوقتي، وزمانها كانت موجودة في السلام. السورة الجميلة دي ندعو الله انها تعود، بس هتعود ازاي؟ هترجع ازاي؟ واذا كان في بدل الدولة في خمسة، في ستة، هي فرنسا ولا روسيا ولا تركيا ولا امريكا ولا مين اللي في الجولان دلوقتي؟ نشوف كلمة السادات في الكنيسة لما دعا للسلام. عشان كده الحرب ليها وقت والسلام ليه وقت، وهو ده ابن مصر، هو ده السادات اللي سبق عصره، وللأسف اختلوه يوم عيده، يوم فرحه، وسط أبنائه باسم الإسلام، باسم الدين المستعار، اختالوا بطل الحرب والسلام، وهو ده. سيدات والسادة، الحق والحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسما على مسمى ما لم يكن قائما على العدالة وليس على احتلال أرض الغير. ولا يسوء أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم. وبكل صراحة وبالروح التي حدت بي إلى القدوم إليكم اليوم، فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فلن يجديكم التوسع شيئا. ولكي نتكلم بوضوح، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجد. إن التراب الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى